الفكره ديال الصرح فكان اتصال بيننا وبين واحد الصديق ديالنا، فكانت المبادره انه نحاولوا نصلحوا الاخوان ديالنا اخوان الغاوي اللي هما كيتعدوا هرم ديال الفن المغربي، فكان حشومه انهم يبقاو عائله متخاصمه. فالحمد لله كنا جمعناهم المره الاولى وما نجحناش، ما توفقناش، كان مازال المسائل كانت شويه سخونه، والحمد لله الامس تم الصلح في مكان اخر، وقام الاتصال بيا باش انه الصلح يتم في هذا المكان اللي هو دائما تستضيف في شهر رمضان، تنصدفوا جميع الفنانات، تنقوموا بحفل لفائده الفنانه. وعلاش رمضان؟ رمضان لانه تيكون شهر التسامح وشهر المغفره، وهذا حتى بالنسبه للفنانه اللي تيكون شي واحد مغاير مع واحد تتكون فرصه باش انه يتلقى باخ ديالو. فحنا بصفتنا كرئيس الجمعيه المهنيه لممول الحفلات بالمغرب، حنا اخوان الغاوي هذا النهار غيتم الصلح بيناتهم، فبعد قليل غيجيو عندنا هنا وغيكونوا بجوجهم، والحمد لله غيتم خير بيناتهم. اللي كاين هو انا اللي عندي علاقه بهم هو السي عبد العالي وكذلك السي محمد، الحمد لله كاين واحد الاحترام والتقدير والمحبه بيناتنا، والناس زعما كينكبروا وما بغاوش يديروا زعما ما بغاوش يخليوا هاد السمعه ديالهم هابطه لتحت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.